من كده أول أخبارنا لليوم أنه 2 من الأشخاص في بريطانيا قرروا أنه هم يرتبطوا ببعض مهما كانت الظروف. هؤلاء الأشخاص كانوا حابين طبعا أنه هم يعقدوا قرانهم، ولكن للأسف كان عقد القران في مكان في المستشفى، مكان تحديدا مخصص للعزل. القصة هي لزوجين إليزابيث وسايمون. إليزابيث وسايمون أصابوا بكورونا، فقرروا بعد قبل لا يتم نقلهم الى العزل تحديدا انه هم يعقدوا القران حتى لو كان في المستشفى، مع انه تدهورت حالتها الصحيه كثيرا لاليزابيث اليزابيث صحيح؟ اليزابيث كذا اليزابيث اوكي اليزابيث فدهورت حالتها الصحيه مره كثير حبيبتي. بس قرروا انه هم يعقدوا القران مهما كانت الظروف، هناك ظروف تمنعهم. وينتصر الحب، وينتصر الحب، هذه معيار، هذا ينتصر الحب رغم الفيروس، رغم الألم والحسرة، بس هل حينتصر للأبد؟ هنا السؤال يا مخيفة انت. طيب خلينا